الو، اسمع انا كنت في الليسي راه مالك ولا ليستا الباك راك جبتو افيك مونسيون. قول والله لا جبت الباك بكنز. قول والله لا بكنز. الحمد لله يا ربي اللي جبت الباك يا رب. الو ما راح نفرحك جبت الباك. شوف يا ماني باغي ديري لي حفله، عرضي كاع صحاباتك قولي لهم 100,000 الدخله جيبوا كاع 100 100. اللي ما تجيبش 100,000 ما تدخلش. خطونا من اللي شاك قول لهم راهي شد كاش وبركاونا من السكر والبيض. صح اما جبت الباك وطلعت لافاك، كنت متخيلها كيما في الافلام ونتلاقى مع فتاة الاحلام. الجامعة كبيرة كيما هافارد بصح الزين ربي يجيب ستيفن جيرارد. اوا ما فيهاش وقيلة نحط مع قرايتي خير. كنت نقرا ونتعب ديما عندي تي ديال 8 بلا ما نساو لي كور لازم تحضر اوبليجي. حاجه بزاف عجبتني في الجامعه هي الماكله تاع الريستو، شحال بنينه فيها غير شويه حشرات والكثير من الحيوانات. بعد 5 سنين من المعاناه في الجامعه الحمد لله كملت قرايتي وعطاوني الدبلوم. هذا هو الوقت اللي لازم نسير فيه خدمة ولا زوج. ادخل. سلام. خويا سمعت بلي راكم تحوسوا على خدامه وني جبت الدوسي تاعي قبل ما شكون اللي بعثك صح انت كيفاش شكون اللي بعثك كيف انت جاي بلا معرفه ما عندي حتى معرفه انا جاي نخدم ماني خليت 5 سنين في الجامعه وجاي كمل جاي نخدم جاي كاك برك لا معرفه لا والو هات شوف ترى نشوف الدوسي تاعك والله راه تفرض درسوا الملف تاعك وإذا كان كاين بوسيبيليتي أنا نعيطو لك إن شاء الله. يا أخي فيه رقم الهاتف تاعك؟ فيه كلشي. أنا نتصلو فيك إن شاء الله، ندرسوا الملف تاعك ونتصلو فيك. إن شاء الله عيط لي خويا. إن شاء الله. صح. الله 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 الله. هذا خدمو هذا يجي عندنا شيف سيرفيس هنا. الله 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 الله. هذا اللي قالنا مدير هنا هذا يخدم ديريكت مدير هذا جاب الدوسي تاعو كامل هذوما الناس اللي نسحقوهم معنا هنا تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم خويا. مرحبا بك. سمعت بلي راكم تدخلوا في الخدامه اسكو صح كاينه؟ اللي ريكروتمون خويا العزيز. شوف تفضل راني جبت لك الدوسي تاعي. مرحبا بك. او كامل لا كامل قاري 5 سنين في الجامعه. واش قريت انت؟ قريت علوم البحار والأراضي. الدوسي تاعك راه ناقص. لا واش خصو الدوسي تاعك؟ هادو كل زيادة هادو الوراق الحمر ما عندك؟ الوراق الحمر؟ ايه. شكون الوراق الحمر؟ الوراق الحمر تاع الخدمة، على بالكش بلي ولاو لاكيطونس عندنا هنا. واللي ما عندوش وراق حمر ما يخدمش. ما نقدرش نحكم الدوسي تاعك خويا العزيز، لازم في الوراق الحمر هكذا ما تساعدناش. ما فيها واش بيه ترونزيتار مهدي بيه يا ولدي قول له هبط لك سلعه ديوانيا واش من ديوانيا دا واش من ديوان شكون هو دا جيب لي النمرو ديالو جيبو جيبو ديوانيا دا دوك الريق جيب اعطيني النمرو ديالو استنى ثاني واحد السيد انا دوك نعاود صح سلام خويا وي سمعت بلي راكم تدخلوا في الخدامه يجب الدوسي تاعي ونجي نخدم
واش من خدمه خويا انت السلعه دي عصر الله يهضرك حصرت لي انا في البار اللي تقول لي خدمه احسن من خويا روح تروح روح تروح ما كانش خدمه اي عصر الله يا خويا حيسيسي وهادي ما كانش خدمه روح اخويا تروح شوف لي بوز روح تروح قلت لك اخويا روح السلام عليكم. وي خويا السلام. سمعت باللي راكم تحوسوا على خدامة، اسكو صح كاينه منها؟ وي كاينه دي زوفر وي. وي شوف خويا، راني جبت الدوسي تاعي كامل كاع. الحمد لله يا ربي. واش هي السبيسياليتي تاعك؟ سبيسياليتي علم البحار والأراضي. علم البحار والأراضي. أبار القراية تاعك لي سبيسياليتي واش تقدر دير ثانيك؟ نخدم أي حاجة عندكم نخدمها. تحكي لي اللغة تحكي لي. نحكي كلش فرونسي عربية الإندوشين الهندية كلش. ليسونسيال كاش ما يكون ولا حاجة أنا نتصل خويا إن شاء الله. تكون من الاولين انت اللي نعيط لك باذن الله تعيطوا لي سير باذن الله ان شاء الله نتكلى لك ان شاء الله خويا ربي يهني اي صح نعيطوا لك يا الو الو بونجور وي بونجور جيسبر كو فالي بيان ميرسي وي مرحبا بك مادموزيل ديبلومي عندي ماستر 2 معليش رواحي برك رواحي ما يهمش سيدي ما يهمش ليسونسيال اللي انت تهمي رواحي برك معليش مرحبا بك في اي وقت يا اخي ليسونسيال تعرفي لادريس تاع البيرو هاي ان شاء الله ولا نبعثوا على الميل لا لا رواحي انت يا برك رواحي ما تشقيش روحك نحتاجك انت ميرسي بوكو صح بونجور يا صح باي باي صح ميرسي بوكو صح ورقة اللي عليها صاحبك ما جبتيهاش انت كعبالك وما عندكش معرفة ما نقدرش نقبلها روح تروح صاي درو دبلوما هذا ما راه ينفعني في والو تفاهدك في البلايص ما قبلونيش تما ضيعت حياتي باطل في الجامعة وجا الوقت وين نكرم هذا الدبلوم صح بس مازال كاين امل خلينا نجرب حاجه واحده اخرى قلت نجرب نخدم في القهوه نعاون روحي بيد مفتاح ربي سي فري خدام رجال سيدهم بس غيظك كي تقرا وتتعب اونفا بلاصتك يديالك انسان واحد اخر عبادي اش راك تخمم حد خرج من هاد البلاد حتى واحد ما يضمنك راح توصل نكرات متزايرة هادي غاصني روحي على بالك تشوف بلي في بلادك هما يقيمك حتى واحد دفعت سيفياتي في قال بلايص واحد ما حوس عليا تغيظك تغيظك روحك في بلادك ويا حقروك بصح كي تروح ليا يديرو لك قيمة عندي ليك خدمة معايا انا تخدم بلا سي في راك جرب هذه ورجع لي الخبر هذه تعاونك بزاف وانت تحوس على خدمه خويا راني حاب نخدم حاجه حلال اخويا هذه حرام انا ما نخدمش حرام واش راح دير ما عندك ما دير هذه الخدمه اللي ماشيه درك اخو اخويا هو اللي عطاني دواء اخويا هو اللي مدها لي اخويا
تما هذه هي الدنيا راه كيما هكا ياك. اوا تبلي نجبد الخدمي ونبدا نخدم مع روحي، اللي يفوت منا نطراسي له التور. شو قدير هاني نتسلق في الجبال. علاش يا وليدي؟ سمعت الناس يهضروا عليه بزاف، قالوا لي عندك واحد الحكمة تعطيها لي. الله يبارك. ولي عندي سوار ولي عندي خدمة. الله يبارك. يا منافاش؟ شحال في عمرك أنت؟ في عمري 26 سنة. شوف يا وليدي، أنا كي كنت قدك كان عمري 32 سنة. الله يبارك الحاج. الحاج، نبغي يخرجني من مضرب الشيخ البشير. والله راني في حالة وعندي عام كامل وأنا نجري نحوش على خدمة. صايب كرهت سيدي كلش حاجة مسقط ليش. انت هو الحل تاعي الوحيد الشيخ. الدنيا دي صغيرة وليدي، عمرك ما تدي منها كلش. كي تكون صغير تكون عندك الصحة والوقت والدراهم ما كانش. صح. كي تكبر تولي راجل تكون عندك الصحة والدراهم، بس على الوقت ما عندكش. كي تكبر تولي شيباني كيما نون، تولي عندك الوقت والمال والصحة ما عندكش. بصح انت كبرت الحاج وانا مازلت صغير، انا ما سمعتش في حياتي ديال الحاج. حمرك راني نحوس السر ووصفة تاعك السحرية اللي من نخرج من غرقة من هذه البلاد. السر الحقيقي راهو في هذه الباطة. شافي هذاك الصندوق، شافي سمعت الناس يهضروا بالصندوق هذا. هاتي هاتي يومي. سامحني خلصني يا وليدي. شحال؟ الزملاين اكيد. لا ما راك الحاج صندوق الزملاين هادي لا بروموسيون ها مالك. تفضل وانا نحسبها لك 18 يوم. صح الحاج بيتي تاعك ان شاء الله طريق تاعي. مسخر بيا الحاج هون بالله ورا المفتاح. المفتاح راك تلقاه في القريه القديمه. ثم نجي ثاني نشقى ونجيب مفتاح. الله في روك الحاج، الله يحفظك. طريق العافية. هذا هو الوقت اللي راح نعرف فيه السر تاع الخدمة. وصلني.
شكون نتوما؟ اش راكم ديرو لهنا؟ نتوما فين بعثكم الشيخ البشير؟ حطينا بعث لي الشيخ البشير. بعثني عمي البشير المفتاح باش نعرف السر الكبير. حتى انا حاب نشوف هو ده السر الكبير هذا. انا تاني حاب نشوف السر الكبير هذا. مالك كيما راكم بعثكم الشيخ البشير؟ بصح انا لقيت مفتاح واحد. جرب تشوف، جرب يفتح البطاطا. زيد اعطي لهم كيف يجرب. اعطيني نجرب انا الاول باش نحكي عليه. عندي لك خبر يفرح، مبروك عليك الباك. الو